أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا مؤمنة عائشة الله تصايت جنوه لا يوجد الله تكلم فيها أهل الإفك أهل النفاق راموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النجاة من أفك عنوك وشتاموك سلاساس بإنوان بمينا كانقر بطعام تناقروا كتما وستمينوك الآن لم يحصل شيء لم ينزل وحي في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بسان بتملكته اصلا يميكلك لله وحي على الورد بدا الكلام ينتشر وريو بكتمه السرق بيت من بيوت الانصار رجل مع زوجته من الانصار كانصار بيت عند زوجه سمعوا بهذا الكلام الذي ينتشر عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها عائشه مطفو سنا مقبار بيسرقون هجروا قبانا فهذا الرجل قال لزوجته إيه سوية لنستو بروالات هل أنت تفعل هذا؟ أنت إن أنت وعليش زمو السراج تبو قالت لا أفعل أنا هن النقر الفاحشة لا أفعل الفاحشة أنا إياه فالسلام زمو تلاور كمالك وقال فقال لها ونحن نعتقد أن أم المؤمنين أفضل منك ومني إنقريا صوت يلا يومين وشنات عائشة كان كم تبلت عليك كان يم تبلت عليك فإذا كانت أم المؤمنين أفضل منك وأنت لا تفعل هذا إذن والله أم المؤمنين لا يمكن تفعل هذا هذا قبل أن ينزل الوحي قبل أن تنزل البراءة سمو قرآن سيوردكم انجريوز أم المؤمنين كان كم تبلت عليك كان يمتفرق يهنجو إهنا السراوم أنتم ما سيوك هونش بلو بقمت طوعات رسالو تكراك للنات الإشاعات تنتشر في هذه الأيام في لحظة بين ساعات الأمو مكفونا قد مكفونا قد السراك جعلت العالم بديك أبس كنت كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع لا عند سو ونجلي وقال جهنم لما اسقبت يسمعوا الانفورميشن ولا ونتنبلو تقبلو ما ورات تقبلو ما سرات وكم أكثر الأخبار الكذب سنت وري على وشات وري انفورميشن أنت لا عليك أنت ونجلي نبي تعبد من ما أننا متقزو تعبد الله الله أننا علينا متقزو لا عليك ما أنت ليش تقري نبي يحدث كذا يحدث كذا أنت لا عليك في هذه الأمور أنت ما دخلك أنت الآن بفلان وعلان حدث لفلان كذا تكلم فلان إيش علاقتك أنت تسأل في قبرك عن هذا أنت سلاقلي سلانتنا من عقبة أنت متقزع عملك متتطيق قبر قبته سلايا زوية متطيقه متتطيق بتكون شو سلاقلو وطشان اشتغل بما ينفعك بميتك من اجر بيزي وانت تعمل من حسن اسلام المرء يا سويه اسلم النوم طوار وكما ياز وما قلت اورو ترك ما لا يعني اما اسفل لقوا النقر القفاق ومدى انت لا يعنيك الان مثلا السلطان رئيس الدوله هذا امر لا يعنيك لمثالي يا قريتو بعلى سلطان استدادر أنت لا يملكته لماذا؟ لا من؟ لا يعنيك على السلطان رزقك على من؟ سلام على سلطانه أنت لا يملكته رزقك بع الله يعني. إذا رزقك على السلطان ويس رزقك بعلى سلطانه معنى هذا أنك الآن لا تعرف أن الرزق بيد الله أنت على وقهم مالته ورزقك بع الله الجمعون وهذا عبد إيه رأس بالك أمثله باريان ماذا نريد من الحكام لا نريد منهم شيء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا عنهم ويغنيهم عنا كبار سلطان وشنا أنت من الله شو الله كالنس كما فلق يبقاك أننا النس هنيا كما فلق الله يطبق أتون نحن رزقنا على الله سبحانه وتعالى إني رزقات من فلق الله حتى العلماء حتى عالمة قابل أخطأ عالم من علماء أهل السنة تعالوا السنة والجماعة عالم مريهولو تساسا تنفل يأتي بعض الطلاب ويتكلم فيه لا يمكن أن تماري ما توصل السنة لنا قريقبا
أيتلم. لابد قلنا ما لا يحكم على العلماء إلا عالم. بعند عالم لا يستفت كالبت لحكم بتم الجبه وعالم لو ندفع التمساس. أما يحكم على العلماء جوجل. والله عجيب. بعالم لي جوجل نكته. أجل من النوم من هذا أحكم بلا بس تنترزة لتحكم بت. سأل الشيخ الألباني رحمه الله. شيخ الألباني لا يقول. قالوا له بلوال يقال عنك سلامتني ورانا أنك محدث ولست بفقه، أنت فقط لا تتكلم في الفقه، تتكلم في الحديث فقط. أنت حديث توقع له إبالال سلافي إهجن عالتوقم إبالال سيبالي ربروني. فقال الشيخ رحمه الله الباني رحمه الله بلوالات شو قال الجواب ما ترى لا ما تسمع. الجواب ما ترى، أنت ترى الشيخ الألباني رحمه الله محدث وفقيه، هذا اللي نراه. أما الناس يتكلموا أترك الكلام. أنت ما مكات النعمة من يعدبه يمتأيونه وإيس يمتسمعونه يأيهن يارد بكياتر شيخ الألباني محدث من وفقيه من ويأيوانه إيايو بنفر بشني رد. كان الداخل إلى مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم يضع في أذنيها القطن، يضع في أذنيها القطن لماذا؟ حتى لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا من من؟ من كفار مكة. بنبي يجي عند سو نبر سيجوا ودا النبر وين ودا مسجد نمكر مشرك وش على ما دمت جروك وتطوف ميجوا نبر. فرجل يطوف بالبيت واضعا القطن في أذنيه. فرجل رجل من الكفار فكفار تكادي وتشون عند سو حذروا وضع القطن في اذنيه واخذ يطوف بالبيت بيت الله ان يطوفان جرور وطفوا نبي ندادا وهو يطوف يطوف يا رجل. قال لماذا انا اضع وانا عاقل اضع القطن في اذني لو هذا مجنون انا اكتشف انه مجنون لا منه على هم طوف يغوبني جرور انت تطوف في مغوبني لا منه على ده تستمتعوا. أخرج القطن من أذنيه. هجرون دقنا وطع. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذا إبدي تبالو سوية نبي يراقي. قال أسمعني من كلامك. كان تستي كان يقرح أسمعني لك. فإني أعالج من الجنون ومن السحر. أنا إبدي تعمم كالا يهونا فوس ستعلو. سحر إني ألبت كالا سحر وچن فوس عالو. أو سحر يتبالو سلم إنك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام. نبي ياتم بروالوت. بداية خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده. مجمّر يا تجمّروا إن الحمد لله نحمده ونستعينه. نعم. إتشل إلى آخر. فقال قف. استيقوا مالك. إني سمعت كلام الكهان وكلام السحرة ومشعوذين لم أسمع مثل هذا الكلام. أعد علي. أنا يدقاني واتشلم قالت أقعله. هنا سقال علي قني منك. يسعي واتشلم ما قاله. أكهدوا يا أنت نائنت عبابات ألسمهم تقام من يسين دقنا أعاد عليه أسلم تقام بما دامته طرعا ترسلانه وليوم سلم. إذن لا مدخل للإشاعات عند أهل السنة أبد. سلا أهل السنة يمي سراتشو انفورميشين باكاتو جروات تستو بوتات تستو كلال. نعم.